وصلت إلى علم عناصرنا بفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل معلومات مفادها نشاط مجموعة إجرامية في المتاجرة في المخدرات عبر إقليم ولاية جيجل. عليه كتفت عناصرنا من تحرياتها، أين تمكنت من تحديد هوية ثلاث عناصر من أفراد هذه المجموعة ليتم وضع خطة محكمة لغرض توقيف المشتبه فيه المتلبسين. تمكنت بتوقيف أحد عناصر هذه الشبكة، وبالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة وبعد تفتيش مسك المشتبه فيه تم استرجاع أزيد من كيلو جرام واحد من المخدرات نوع القنب الهندي في شكل صفائح، كما تم حجز مبلغ مالي قدره 46500 دينار جزائري تعد من عائدات الترويج. في نفس السياق تم تفتيش مسك المشتبه فيهما الآخرين ليتم العثور على صفيحة من المخدرات بوزن 50 جرام، كما تم حجز سكين من الحجم الكبير كان يستعمل في تقطيع المخدرات وترويجها للزبائن.